الوصول إلى سجني كان أشبه بمغامرة. انهيارات على مد العين والنظر بعد أن قامت الشركة المتعاهدة بتوسيع الطريق، أشجار معلقة بين الأرض والسماء، وتعبيد الطريق أصبح في عالم النسيان كما يقول الأهالي. هنا صرخة من صمد في بلدتي جني وقرقرية كبيرة. هم أقفلوا الطريق المؤدية إلى المشروع بالإطارات المشتعلة، ومنعوا جرافات وحفارات الشركة المتعاهدة من العمل بانتظار تنفيذ وعد تعبيد الطريق وجر المياه إلى البساتين بعدما طمرت الحفريات قنوات الري وعزلت المزروعات عن مصادر المياه. طريق طبعا مسكرة، طريق ليس مسكرة، وهي طريق خلوا لنا هاي الطريق، إجوا عم يحفروها. جينا أول ما بلشوا جينا اعترضنا شوي، قال يا خي بس تخلص توسيع راح نزفت. لتبين إنه ما في زفت، بس خلصوا توسيع سحبوا مكاناتهم وراحوا الشباب عم يشتغلوا بقلب السد وما فرقاني معهم، من موت من عيش آخر هم عندهم. ممنوع آلية تشتغل نهائيا، لا ضمن السد جوا ولا برا السد، ممنوع. حتى شو؟ حتى ينفذوا لنا مطالب البدنية. وإذا ما نفذوا شو بتعملوا؟ نفذوا بتضل حالة على حالة هاي. تتقدم إلى داخل بلدة جنة، المنازل القديمة مهددة بالسقوط جراء تفجير الصخور والآليات الضخمة التي لا تهدأ حركتها. عدو ينزل كل ما مرقت جراف فيها وكاميون بتحس البيت عم يرجف، عم يطقطق الخشب. ما بتعرف أنت بينزل عليك إيه؟ الله بيعلم، هو بالليل وبالنهار الله بيعلم. وحياة الله خايفين بين دي أو أخته. الصدام بين الأهالي والمتعهد لم يتأخر بعد محاول الأخير المباشرة بأعمال الحفر. نحن جماعة المكنة ممنوع الدور إلا ما تبلشوا تنفيذ ما طلبنا وتعملونا طريقتنا وتجيبولنا ميتنا على رزقتنا. لا رح نتعدى على مكانات ولا على أرزاق ولا شيء، بطلب بكل محبة إذا بتريدوا ما حدا يدور مكنة، انتهى الموضوع. واللي بدور مكنة رح نطلع بكل محبة، نسحب الشوفير ننزله نجيب المفتاح ونسلمك يا مدير. ليش تهربوا من الإعلان؟ تفضلوا احكوه، تفضلوا قولوا شو عاملين بالضيعة، تفضلوا أمنوا المي على السريع. ليش ما بدكمش تحكوا؟ ليش تهربوا؟ الكباش بين الأهالي والشركة المتعهدة لسد جني يتفاقم، فالأهالي سيمنعون القيام بأي أعمال جديدة حتى تحقيق مطالبهم، والشركة تريد مواصلة الحفر لأن الوقت يداهمها، وبالتالي فإن المواجهة ربما تأخذ منحا آخر في الأيام المقبلة. من سد جني نخلع ضيمة MTV.